التعليقات اللي عم تجي، انا عم بطلع على كل التعليقات اللي عم تجي، التعليقات اللي بتجي لعندي لهون انا بتجي من فيسبوك ومن يوتيوب ومن تويتر، بيجوا مع بعضهم كلهم. معظم التعليقات معك مش ضدك، يعني في بعض التعليقات القليله اللي بعدها اذا بدك عم تلعب محل ما نحن بلشنا، يعني عم تلعب بالصور وبالمجلات اللي هيدي. اما الباقي التعليقات كلها عم بتكون تعليقات جديه، عم تطلب منك تسمية الناس بالاسماء، عم تطلب منك تسمي مين سرق البلد مظبوط، وعم تطلب منك مين انه انت شو مشروعك لانقاذ لبنان. يعني انت لما تقول لفخامة الرئيس انه اعطيني فرصة اعمل رئيس حكومي لانقذ لبنان، كيف في عمر حرفوش ينقذ لبنان بالوقت اللي مثل ما بيقولوا اكبر روس بالسياسة اللبنانية والخارجية ما عم تقدر تزي حجر من محله بالوضع اللبناني؟ شو مشروعك لانقاذ لبنان؟ كيف بدك تنقذ لبنان؟ وقت اللي جينا مع وفد فرنسي التقينا مع الرئيس حسن دياب ببيته، كان بعده مكلف، عملنا خطة لأنقاذ لبنان. أولا إذا هلأ كل شيء هقول لك أنا هلأ أنا هيدا موثق، وتاني شيء رجع قالوا بالبيان الوزاري وقت صار رئيس وزراء بالقصر الجمهوري حسن دياب، استقلال قضاء، تعيين قاضي ضد الفساد، محاربة الفساد، استعادة الأموال المنهوبة، وإعادة ثقة الشعب بالاقتصاد وبالحكم. ما صار منه شيء، كل هيدا كان حق. انا بعرف انه حسان دياب جرب ولكن ما قدر. هيدا حتى اقول لك شو كان برنامجي انا وقت التقينا وقتها مع حسان دياب، مش اول مره بجرب. انا اذا طلبت من رئيس جمهورية انه يكلفني في اسباب، اذا بتسمح لي بخمس دقائق بقدر اقول لك اياهم لانه ما في كلمه سر ولا فيها شيء. تفضل. اولا انا بعرف انه اتفاق الطائف بيقول انه لازم الكتل تطلع عند رئيس الجمهورية وتعطي اسم، والاسم اللي بيكون عنده الاكثرية بيعيط له وبيكلفه، صح؟ صحيح. لانه كتير ناس عم بيقولوا لي كيف انت تطلب من رئيس جمهورية، ما رئيس جمهورية اللي بيكلف. بالنهاية رئيس جمهورية تنفترض انا طلع علي اسمي انا الاكثرية. ايه بس هي الكتل النيابية بدها تكلفني. لا صح. كتل النيابية بدها تسميه. ما في سميه. كتل النيابية بدها تسميه. يعني نجيب ميقاتي بده يسميه. اسمعني يعني نجيب ميقاتي بده يسميه، يعني سعد الحريري بده يسميه، ايه اوكي، يعني جبران باسيل بده يسميه، يعني حزب الله بده يسميه مع حفظ الالقاب كله، نبيه بري بده يسميك، وسمير جعجع بده يسميك، ووليد جملات بده يسميك. طيب اذا انت هودي كلهم بدك ما تعرفيهم، وليد جملات ممكن يسميك ليه؟ ممكن لانه بياخذ دائما لانه انا كل شيء بكتبه على الجمهوريه الثالثه، على صفحه الجمهوريه الثالثه بياخذه بحط عنه تويتر، صار اكثر من 3-4 مرات اول واحد بحكي عن الدوله المدنيه، عندي مشروع جمهوريه ثالثه يلي بطلب طالب فيه انه يصير في انتخابات مبكره، هي قبل انفجار بيروت، لبنان دائره واحده، والتحضير تغيير الدستور لحتى اللبنانيين جميعا يقدروا يصوتوا لرئيس جمهوريه مباشرة من الشعب. هيدا عم بختصر لك ايه. وكذا مرة وليد زنبلاط اخذ الافكار البوستات تبعوني وحطها عنده حكي فيها. هلأ الاكتريس عم يحكوا بالدولة المدنية، بس انا صار لي من طيب زرتوا لفخامة الرئيس، صار عندك زرت لفخامة الرئيس؟ عفوا زرتوا لفخامة الرئيس؟ صار عندك شي فرصة للقاء فخامة الرئيس؟ قلت لك اربع مرات. اربع مرات. فتحتوا بهالموضوع؟ أربع مرات طلعت بالتاكسي لعنده بس... ونزلت بالتاكسي مش بمرافقة. أي بس أنا فتحتوا بهالموضوع بالأفكار. لا بهذا الموضوع هذا صار لي يومين. كيف اجتك الفكرة؟ على أي أساس؟ على أي أساس اجتك الفكرة؟ ما أنا طلبت منك، أنا طلبت منك إنه تعطيني وقت، حتى طبعًا فيك تعطيني وقت اللي بدك، بس أنا حقلك إنه كل هودي الأسامي اللي أنت سميتهم أنا مش مهمين بالنسبة لي، وأنا بعتقد إنه اليوم أنا أو غيري بيقدر يصير رئيس وزراء إذا صار يلي هلا حقلك إذا بتعطيني بليز في الانفجار بيروت ماكرون أول مرة وتاني مرة. أول مرة قال هيدا تنعمل حكومة وطنية، رجع غير رأيه قال لا أنتوا فهمتوا علي غلط، نحن فهمنا عليه مزبوط، قال ما هيك وغير رأيه، عملوا وثيقة، الوثيقة الكل قبلوا فيها تقريبا الكل، قالوا مين بده يصير رئيس حكومة؟ قالوا لنا في واحد اسمه مصطفى أديب. نحن كده تفكرنا مصطفى أديب جاي من عند ماكرون، حتى في ناس يقولوا زوجته بيا سيناتور وصار يخترعوا العرض مثل العادة ليجون، لأنه كلنا فكرنا أنه جاي من عند ماكرون.
بعدين بنكتشف انه لا، هيدا كان يشتغل عند نجيب ميقاتي، وعينوا سعد الحريري بحسب اللي قاله نجيب ميقاتي. طلع نجيب ميقاتي ما معه خبر، اللي عينوا سعد الحريري، وبالثلاث اسامي اللي كانوا موجودين كان موجود نجيب ميقاتي، الموظف تبعه، والحوت. هذا موضوع الكل بيعرفوه. سعد الحريري قرر انه ما ياخذ نجيب ميقاتي، قرر ياخذ مصطفى اديب، وهذا كله بنعرفه. انا لو نجيب ميقاتي بزعل انه ولو هذا كان بيشتغل عندي ليش بتاخذوه له، لانه انا متاكد انه نجيب طيب ما نفس الشيء صار، مع حسان دياب. ما حسان دياب كان وزير محسوب على الرئيس ميقاتي لما كان وزير تربيه. لا، مختلفين كانوا مختلفين. بعدين اختلفوا لما صاروا بالوزاره اختلفوا، بس بالاول لما سمي حسان دياب وزير تربيه سمي بطلب من الرئيس ميقاتي. لا 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 ما بعتقد مطلب من الرئيس. لا، انا عندي اطلاع اكثر على الموضوع، عندي اطلاع اكثر مع الموضوع، لاني اول شيء حكيت مطولا مع ما بعرف هيدي معلوماتي. عم بيسالوني كثير، بس سوري قبل ما انسى، عم بيسالوني شو موقفك من سلاح حزب الله والمقاومه اذا صرت رئيس؟ حوصل لحزب الله اذا ممكن. يلا بدنا نعجل البيت، اوصل لحزب الله. تفضل. طيب، صار في تزعبر بالوثيقه الفرنسيه، وقال فريق مني الاربعه زادوا علي شروط. انا هلا اخبار عم خبرك اياها بعرفها من فرنسا، وكتبها على الفيسبوك من اكثر من جمعه ونص وجمعه. المهم خربطوها وحطوا الحق على الثنائي الشيعي، هذا اللي مفهوم بالعالم. ماكرون نرفز عمل مؤتمر صحفي بهدل فيه اللبنانيين كلهم، لانه انا وقت بقول كلهم خانوني، انا ما بعتقد انه كله، لانه مثلا رئيس جمهورية كان ماشي وبعده ماشي بالمجلس، يعني بتعتبر ماشي بحاله وزير، يعني بتعتبر انه يعني شو سميتهم نادي الاربعه، يعني نادي الأربعة هو من أخل بالمبادرة الفرنسية وحملوها إلى الثنائي الشيعي. يعني كلامك يتطابق مع كلام سماحة السيد امبارح لما قال، يتطابق مع كلام ماكرون، يتطابق مع كلام السيد حسن نصر الله اللي قال إنه نحن وافقنا على الحكومة، ولكن ما وافقنا إنه غيرنا يشكلها ونحن ما نتعاطى. وقت صار في بلوكاج اتصل السفراء الثلاثه الفرنسيين المعنيين بلبنان اللي هن خليه لبنان بالاليزي، قالوا له للرئيس ماكرون انه في مشكله من عند الثنائي الشيعي. قام اتصل الرئيس ماكرون بنبيه بري، قال له ليش معرقلينا؟ قال له مش احنا معرقلينا، احنا ما اتفقنا على المداوره وما اتفقنا على هالثلاث شغلات كانوا. قام قال له الرئيس ماكرون صح، احنا ما اتفقنا عليهم. قام قال له سعد الحريري مصر عليهم. اتصل ماكرون بسعد الحريري قال له ليش مصر على هالشيء؟ ليش معرقليه؟ اتنازل. قام سعد الحريري قال له اوكي حتنزل. سعد الحريري بيعمل بيان بيقول شربت السم، اكيد مبالغه كثير في هيدا. نعم. وتنازل بانه بيقبل بشيعي الماليه، ولكن الشيعي تبعه هو شخصيا، وهو بيعرف وانت توني بتعرف وكل الناس عم يكذبوا هلا بيقدروا بياكدوا لك عندك، واكثريتهم بيكرهوني، بس بكل الاحوال حيأكدوا انه شيعي من عند سعد الحريري ما حيقبل فيه الثنائي الشيعي بوزارة المالية، فأكيد قضى على الـ على الـ على الـ على المبادرة، وخلى لأنه كيف توصل بالنهاية لعند ماكرون، خلى الخبر يوصل إنه الثنائي الشيعي ما قبل بالشيعي تبع سعد الحريري. أنا هعطيك إكزامبل. تنفترض سعد الحريري قال أنا عندي شاب شيعي، ناخد علي جابر مثلاً إكزامبل، علي جابر من عند الحريري ورفيقه نديم الله، ونديم الله من المشاركين بتعيين الحكومة. علي جابر بيقبل في الإعلامي، بعرفوه بيعرفني، ونديم الله كمان بعرفه، أنا أكتر شباب بعرفهم. بس كيف بده يقبل الثنائي الشيعي بعلي جابر؟ هيدا اللي عمل لك كيف سعد الحريري بيجي؟ يعني ما عم حبتي لأستاذ علي جابر، بس عنده مواقف عالية، يعني بحبه كثير علي جابر، يعني هو طرف بالبلد، يعني اليوم صحيح انه ثورة وما ثورة، بس هو معروف انه محسوب على فريق معين وعلى طرف معين، يعني اقليمي على الاقل اذا ما بنقول داخلي. انا بعطيك مثل شخص الكل حيعرف عن مين عم بحكي، لانه بالفويس او ما بعرف اي برنامج بالهيدا، وانت اكيد تعرف مين هو لانه زميلك. اللي انا قصدي اقوله انه اللي قتل المبادرة الفرنسية هن النادي الاربعة بالإجمال وبالخصوص سعد الحريري. سعد الحريري بده يرجع يصير رئيس حكومة، نجيب ميقاتي بدرجة كمان تاني حابب يرجع يصير رئيس حكومة، أنا ماني ضد أنه يرجعوا يصيروا رئيس حكومة لو ما هن
اكثر ناس متعلقين بالفساد. قد ما تجي تقول لي هلا انه هن مش فاسدين وهن هن نضاف، انا بقول لك هيدا موضوع استاذ حفوظ، لانه نحن بس لحظه لاني انا ما عندي حلقه كامله للاسف، وقال لك انت بستمتع اني افتح معك مقابله سياسيه طويله، وبوعدك انه باقرب لما تكون على التلفزيون لما نرجع اذا في كمان امكانيه بتكون ضيفه. بس هلا بدي انهي معك هذا اللقاء بعدد من الاسئله اللي عم يطرحوها الناس واللي انا بدي اطرح عليه. اول شيء، شو موقفك من سلاح المقاومه وسلاح حزب الله؟ يعني اذا عملت رئيس حكومه ستبقي على سلاح على شرعيه سلاح المقاومه وسلاح حزب الله، او ستطالب بجمع كل السلاح تحت السلاح الشرعي؟ انا منه بطبيعتي امشي بالدعايه العامه واللي الكل ماشي فيها. انت الناس عم تطالب، انت رايك يعني. انا عم افعل هذا جوابي، بدايته جوابي. بعدين انا كرئيس حكومه حابلش بالاشياء الاساسيه والطارئه. اليوم المشكله بلبنان هي الحاله الاقتصاديه اهم شيء اللي رح نوصل على الحاله الاقتصاديه رجاء، بس بدي تجاوبني على سؤالي. انت مع وجود حزب الله كحزب مسلح في لبنان او لا؟ يعني انت مع وجود حزب الله كحزب سياسي او كحزب مسلح؟ انا بعتقد انه هيدا السؤال ما بقدر رد عليه بخفه، وما عم تتركني ان يعني انت فكرك انه انا تيجي بتقلي بدك تقلي ايه او لا وانا بقول لا 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 مش هيك. وقع بالفخ مني، مش قصه وقعك بالفخ، مش من هودي الناس، مش وقعك، مش قصه وقعك بالفخ، قصه انه انت كانسان جاي عندك مشروع سياسي، شو نظرتك لحزب الله؟ هل انت انسان مؤمن بضروره وجود سلاح حزب الله، او انت كانسان تعتبر انه خلاص لبنان ومصلحه لبنان هو ان لا يكون في سلاح الا سلاح الشرعيه اللبنانيه لوحدها من دون اي سلاح اخر حتى تحت اي مسمى من المسميات؟ طيب انا حاسالك بما انك عم تسالني، انت توني تفترض انه اليوم مشكله لبنان هي سلاح حزب الله ولا هي الانهيار الاقتصادي؟ هناك قسم كبير بلبنان بيعتبر انه الانهيار الاقتصادي هو جاء نتيجه توتير علاقه لبنان بسبب سلاح حزب الله مع دول اقليميه ودول غربيه ودول هناك فريق لا. بلبنان ما فينا ننكره. انت رايك هيك ولا لا؟ هذا السؤال. انا طبعا هيدا السؤال حبيت ارمي الاسئله يلي لانه هيدا سؤال ذكي وانا حجرب جاوب عليك. انا افترض انه الوضع الاقتصادي اللي موجود اليوم والانهيار الاقتصادي مش سببه سلاح حزب الله، سببه سرقه لبنان على عشرات السنين من فريق معين او من كل اللي موجودين بالتركيبه واللي بسمون العائلات والمالكه اللي موجوده بلبنان على مدار السنين، وحرم الناس، خليني بس خلص هالجملة، حرم الناس من أي فرنك وخلوهم يصيروا على الحديد، وهن زيتهم بالتعاون مع البنك المركزي وبنوكهم لأنه كلهم عندهم بنوك لألون هربوا أموالهم على عصور وعصور وحطوها برا، وهذا هو السبب يلي أفلس لبنان. أنت تؤيد ما قاله السيد بهاء الحريري عندما كان عم يحكي عن سعد وعم بي عم بي عم بيقيم الوضع بلبنان عندما قال انتم سكتتم على سلاح حزب الله مقابل سكوت حزب الله عن سرقاتكم وفسادكم. انت توافق على هذه المنظومه او على هذه المقوله انه في فريقين بالبلد كانوا حاكمين، فريق سكت عن سلاح فريق بينما يسكت الفريق اللي ساكتين له عن سلاحه عن سرقاته وفسادهم، انت توافق على هذا الكلام؟ بدون ما أقول أنا موافق مع بهاء الحريري، أنا موافق أنه سعد الحريري هو شريك لحزب الله من سنين بكل شيء، كانوا شركاء سوريا قبل، بعدين أتخانقوا معهم، بعدين صاروا شركاء حزب الله، وهلأ متخانقين معهم، هلأ برجع بتصالح معهم عشان يرجعوا يعينوه رئيس وزراء. ما فيني أعمل أنا ركورسي أنه اليوم نحن كل الرأي العام ضد حزب الله وأنا بدي أمشي مع الرأي العام. أنا إذا بدي أكون رئيس حكومة لأنه شايف أنه لبنان واللبنانيين ماشيين غلط، شايف أنه لبنان واللبنانيين عم بيصدقوا حيلا تويت بيحطوا حيلا عدو لبنان أو حيلا أمريكي أو حيلا فرنسي، اللبنانيين عم يشمتوا بلبنان لأنه ماكرون شمت باللبنانيين. أنا حسيت بالإهانة، أنا بعرفه لماكرون شخصيا، حسيت بالإهانة، أنا بعت له SMS، بعت له كل فريق، أنا لا أقبل كلبناني أنه رئيس فرنسا يحكي معي كمستعمر وكحاكم لبنان ويهيني
بإهانته بكل اللبنانيين. أنا برفض إنه ماكرون يحكي معنا بهالطريقة، وبرفض أصلا إنه ماكرون يتدخل لهالدرجة. يا أما بده يساعد لبنان وبيساعده بطرق مختلفة، يا أما بده يهدد. ماكرون سؤال هدد تاني. لبنان، ماكرون نعم هدد حزب الله، يعني هيدا ممكن يصير فيها حرب. هيدا التهديد منه هين ومنه سهل. وماكرون كان قبل عم بيهدد بحجز أموال اللبنانيين، وبعدين طلع بلا شيء، قال لا ما بدي أعمل. ليش بتقول هيك انت رقاد؟ ما كنت هلا بابا حد عليك، ليش تيجي تقول بدي احجز على اموالكم وبعدين اقول خلص منا مشكله مش هحجز على اموالكم؟ بدنا ننتقل لسؤال ثاني. عم يسالوك اذا عملت رئيس حكومه كيف بدك ترد الدولار لل 1500؟ كيف بدي رد الدولار؟ لل 1500 ايه، مشكلة لبنان اليوم الاقتصادية هي مشكلة ثقة، مشكلة ثقة الناس بالبنوك يلي سحبت مصريات المصاري القليلة يلي دلت بلبنان، يلي هن أصحابها ناس السكان لبنان سحبون ومخبين عندهم ببيوتهم. في مبلغ كتير كبير موجود بالبيوت، في مبلغ كتير كبير للمغتربين. كيف فيك تردوا على لبنان؟ كيف فيك أنت تردوا إذا جيت رئيس حكومي؟ أنا إذا جيت رئيس حكومي عندي مشروع إصلاحي، هذا المشروع الإصلاحي اللي تطالب فيه فرنسا وكل دول العالم. هذا المشروع الإصلاحي حيرجع الثقة، حيخلي سيدرز مصاري سيدرز تجي على لبنان بس بدون ما تنسرق. وبعد ما أقدر أعمل هالإصلاحات وأطلب قرض على شروط لبنان وليس على شروط صندوق البنك الدولي النقد الدولي، ساعتها الثقة سوف تعود. وصدقني يمكن إذا أنا قدرت عملت إنه الشعب بيقبل ويرشحني وبده إياني يصير رئيس وزراء، ممكن إنه الدولار يخف سقوط، لأنه الدولار يلي بينزله يلي بيطلعه هو ثقة الناس. نعم. ومزاج الناس. طيب سؤال كمان بعد عم يسألوك. اليوم شفنا عدد من الدول العربية ذهبت إلى التطبيع مع دولة العدو الإسرائيلي. أنت كعمر حرفوش مرشح نفسك لرئاسة الحكومة اللبنانية، هل أنت مع تطبيع، مع هذا التطبيع اللي عم بيصير؟ وإذا عرض على لبنان فكرة التطبيع، أنت تسير بهذا التطبيع أو ترفض؟ أول شيء أنا غير معني بهذا الموضوع كعمر حرفوش اليوم وكعمر حرفوش رئيس وزراء. ليش؟ لأنه أنا برنامجي هو أساسه الإصلاحات الاقتصادية. بعدين بقدر أقول لك أنا رأيي أنه الإمارات كيف غير معني؟ الأميري كيف تكون لبناني وغير معني؟ إذا في تطبيع أكيد غير معني. أنا بعتقد أنه نحن من المشاكل اللي عنا إياها بلبنان أنه نحن مفترضين أنه نحن السنتر تبع الكون كله. نحن لازم ندل كل يوم نقول اللي بدنا نحرر فلسطين وبدنا نحرر أرمينيا وبدنا نحرر أذربيجان وكل هيدي الأفكار اللي أنا بسمعها أنه أمريكا ما سمحت لماكرون. هيدا تجليد، هيدا اختراع، انه احنا لازم انه ما حيصير شيء بلبنان، ايران ناطر حتى يخلص الانتخابات بامريكا. كمان تجليد، انا عندي رفيقي اللي هو محامي الشخصي لدونالد ترامب على اتصال انا وياه، حتى من يومين بعث لي اس ام اس قال لي ما تروح على لبنان، شو بدك بلبنان انت مجنون بتروح لهونيك؟ عندهم قرار انه بس خلينا اللبناني افلس. بالنسبه للتطبيع اوكي فينا، انت مع التطبيع او منك مع التطبيع؟ الامارات والخليج مطبعين من زمان. انا بسافر دائما على الخليج وعندي علاقات بالسعوديه. التطبيع كان ديفاكتو موجود ولكن اعلنوا عنه بظرف صعب للمنطقه. بس قبل الامارات مصر عملت سلام، مش تطبيع اكثر من التطبيع، عملت سلام وعندها سفاره اسرائيليه بالقاهره. الاردن عندها كمان سفاره. صحيح. ليش ما تسالني عنهم؟ ليش تسالني بس عن التطبيع؟ عن التطبيع لانه انا سالتك عن التطبيع بشكل عام. هل اذا انت كنت رئيس حكومه لبنانيه وعرض عليك التطبيع كلبنان يطبع مع اسرائيل وانهاء حاله الصراع مع اسرائيل، هل توافق على التطبيع او لا؟ انا خصوصا انك عايش باوروبا وربما يكون لك علاقات مع عدد كثير من رجال الاعمال والشخصيات اليهوديه او الاسرائيليه، يعني ممكن هذا الموضوع يكون جاهز نفسيا عندك. سؤال كثير حلو حجاوب عليه. ما عندي اي علاقه مع اي رجل اسرائيلي. باليهود مليانه بريز يهود بالمدرسه، مع اولادي في يهود. انا مني ضد الساميه وانا لا 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 انا ما عم بحكي عن الديانه اليهوديه. عمل اسرائيل نووي الاسرائيلي اسرائيل اسرائيل نو واي. انا كنت معزوم على كونسير بيانو هلا فرنسا على القناه الثانيه بدها تحط برنامج عن لبنان، رفضت لانه موجود باتريك برويال بده يغني وهو معروف انه بيمول الجيش الاسرائيلي من الضرائب تبعينه. نعم
انا هالشيء برفضه. ليش لبنان مختلف عن الامارات وعن كل الدول وعن مصر وعن الاردن؟ ليش مختلف؟ لانه لبنان حرر اراضي الجنوب بقوته، ما اضطر يعمل سلام، ما اضطر يعمل سلام مثل ما عملت مصر، ما اضطر يعمل سلام مثل ما عملت الاردن. سوريا بقوه جيشها ما قدرت حررت الجولان وما جربت تحرر الجولان. لبنان حرر. فيك تقلي العكس؟ ما فيك تقلي العكس. لبنان حرر. ما بدي سمي مين اللي حرره، ولكن اللي حرروه ابطال. نحن ما عنا نفس الوضع تها نقول هاتوا تنطبع. ليش بدنا نطبع معهم؟ نحن ربحنا الحرب ضدهم واستعدنا اراضين، واراضينا فضل عنا منطقتين ضيعتين لازم يعني انت باختصار ضد. فانا الموضوع ما بينطبع يعني عادة. انت باختصار ضد التطبيع. لا انا ماني ضد التطبيع، انا ضد فكر حتى بالتطبيع. الموضوع يعني توني انت عم تجرب تسالني، انت معول على السياسيين اللبنانيين، انت عم تسالني اسئله اللي انا بفترضها ما بدك تصير بس ما الحق عليك، ما الحق عليك عم تقرا الموضوع على بس ما بدك. لا لا انت بدك تصير سياسي لبناني، يعني انت قلت لي معول على السياسيين اللبنانيين، يعني انت بدك تصير سياسي لبناني، بدك تصير انت تتعود علينا. لا 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 هيدا خلينا نتفق عليه من هلا. أنا مش جاي على لبنان رئيس وزراء على الطريقة اللبنانية وعلى اللي بيصير بلبنان. يعني كأنك عم تقلي بدك تبلش تسرق، بدك تبلش تنهب، بدك تبلش تقبل وصاية واتسترا. أنا اللي بيعرفني بيعرف أني حتى ما بتوسط، حتى ما بتوصل. هذا بفترضه كمان فساد. أنا يعرفوا اللبنانيين قبل ما يكلفوني أني أنا مش حكون أبدا رئيس وزراء عادي. أنا مثل ما قلت لك، أنت سألتني مين عم يخربط عليك، قلت لك بالأسامي أنا ما بخاف. أكيد والدي هلا حيكون حاجته يمكن سكتة قلبية اللي قلتها. لا بالعكس مش له تحية، والدك الحريري بيموت فيه. أنا مرة إيه بابا بي 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 بشمال قلت له أنت بتحب سعد أكثر مني بابا، قال لي ليش؟ قال له كله بكتب عنه بتقلي امحي البوست. أنا أكيد أكيد مش رح كون ومستحيل كون مثل اي لبناني موجود انت بتعرفه معود عليه بلبنان، لانه انا الكارير اللي عملتها، مسيره حياتي بتدل اني انا من الاشخاص القلال يلي بيحكوا اليوم مع روسيا ومع اوكرانيا. انا بقدر اطير من اوكرانيا لروسيا بدون، لانه ممنوع الطيران من اوكرانيا لروسيا. انا بركب بالطياره خاصه بطير من كييف على موسكو. انا من الناس القلال اللي بيحكوا مع الارمن ومع الاذربيجان. انا انت مافيا، انت مافيا، انت تخضع لمنظومه طبعا. المافيا أكيد لا، في مافيات، في المافيا اللي هي الإجرامية. يعني تكون لا 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 طبعاً طبعاً ماني عم بحكي عن المافيا الإجرامية لا سمح الله، عم بحكي عن المافيا السياسية، عن اللوبي السياسي المافيوزي اللي بيبقى حاكم العالم. يعني واحد بيروح من أوكرانيا لروسيا، واحد بيقدر يجمع بين أرمينيا وأذربيجان، واحد بيقدر يجمع بين كل هالعالم. لأي مافيا تنتمي؟ عملت مؤتمر سلام، أنا عملت مؤتمر سلام بين أوكرانيا وروسيا وقلت الحرب كتير قوية بالدنباس. أنا جبتهم كلهم وقعدتهم بباريس بالقلب المجلس الشيوخ الفرنسي. عملت مؤتمرات عن الإرهاب. أنا وقت بحكي عن أنه في فريق بلبنان ربح على الإرهابيين ومنعوا يفوتوا على لبنان، أنا كنت عامل مؤتمر. لو بقدر أقول لك قديش كان في محاربين من داغستان ومن روسيا موجودين بسوريا وكانوا بدهم يجوا على البقاع، بدهم يجوا على الشمال. في فريق لبناني منعهم، داني المولى بعدين تدخلوا منعهم. داني المولى بيقول لأنك ماسوني إيدك طايبة. لأني ماسوني؟ أنا ماسوني؟ هيك مش أنا عم بنقول لك، يعني أنا كل شيء عم بنقول أن أنا ماسوني. داني المولى بيقول لأنه ماسوني إيده طايبة. لا 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 لا، أنا إيدي طايلة بقوتي الشخصية. أنا مش ماسوني، بحياتي ما كنت مع الماسونيين ولا بعرف تماما شو هي الماسونية. أنا بعرف أنه بيحكوا عنها كتير. أنت هلأ عم تحكي أكيد الماسونيين بيكونوا عم يضحكوا. أنا ما بيقبلوني الماسونيين، ما بيقبلوني. إذا أنا بدي روح مع الماسونيين أي متى بدنا نشوفك بلبنان؟ أنا وقت بدك بتشوفني بلبنان. أنا كنت على أساس جاي على برنامج على التلفزيون، اتصلوا مثل العادة. على أي برنامج؟ على أي برنامج؟ ما بقول مشان ما احرج المنتج. ما لا نو 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 عادي. اللي سميت نجيب مئاتي وسميت سعد الحريري وسميت مين سارق البلد وسميت هو كلهم. انا وقفت عليك هلا التلفزيون كان عامل معك مقابلة لغيها. ايه هذا المنتحية مثلي يعني اعتذر. مش المنتج من التلفزيون؟ من التلفزيون عملوا لي بلاك ليست على كل القناة تبعهم. من التلفزيون؟ شو بدي بالمنتج؟ ما تسمي المنتج تلفزيون مين؟ بركي رجعوا الراديو. وإذا الراديو أنت بحاجة لألون يعني عم تسترضيون؟ عم تسترضيون مين مكان؟ إن شاء الله تكون الجديد، إن شاء الله تكون قناتي. لا. أنا الجديد. إيه قول توني، توني
حتى اقول لك ولا اي تلفزيون اليوم حابب يستقبلني، لانه صار في قرار انه عمر حرفوش بلاك ليست. اليوم الصبح صار القرار، فحيتصلوا حيدفعوا وحيعملوا كل الامكانيات بشكل انا ما طيب ليه ما حدا اتصل فيه؟ ليه ما حدا اتصل بتفزع. ليه ما حدا اتصل فيه وقال لي ما طلعوا؟ قلت لي انه بعثوا لك انت بعثوني صور انا انت بلشت بس شو حتفوز؟ لا بسبب شو؟ انه قلت لك شو بدك تجيبه هيدا على البعض؟ ايه انه بعتين لي انه انت طالع عم بتسوق لشخص عنده ماضي كذا كذا. ايه لو مش شو بدك فيه؟ انه ليه عم بتطلع هيك؟ هلا انا بصراحه انا ما كنت اعرفك، يمكن تقصير مني، يمكن تقصير مني انا لاني ايه تقصير مني انا بعترف. يعني بعد ما سمعت هلا عم تخبرني عن السي في تبعك، ايه بقول لك انا كاعلامي مني مثلي انا بموقعي ايه تقصير مني اني شخصيه مثلك ماني عارفها. وتفاجأت بكم الصور اللي وصل على تليفوني. انا قلت اوف انه انا مين جايب يعني اوكي، لاني ما لحقت اليوم اقدر اعمل دوفوار تبعي مظبوط لاعرف انت مين. بس انا علي عرضت وجهات النظر تبع هودي الناس اللي هي حابه تحطك بهيدا الكاد، واعطيتك كل هيدا الوقت انك انت تطلع تخبر مين انت، شو السي في تبعك، شو مشروعك. من باب الموضوعيه كثير عم بيقولوا هون ام تي في، صحيح؟ يعني زهره سليمان، حسين، كثير ناس عم بيعلقوا انه ام تي في، صح؟ شو الام تي في؟ انه هي اللي منعتك، انه كان ممكن تطلع مع مارسيل غانم مثلا. انا انا انا, أنا خلي 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 نتفق على شغله، كل شيء متعلق بالصحافه وكل شيء متعلق باي نوع صحافه مستحيل ان انا اتصرف معهم مثل ما اللي بتصرفوا مع السياسيين. انا بفترض انه اي قرار صحفي حتى منعي من مجيئي على هيدا مقدس، وانا ما بقدر ابدا الغي ولا حتى بتدخل ولا بعمل ضغوط ولا اي شيء. بالنسبه لي الصحافه هي القوه، صحافه بتمنى انه لبنان تكون صعبة. يعني مثلا وقت بيبعتوا لك مره تانية بيبعتوا لك عن اذا عندك دف تاني صور وكذا، فيك تتحرى على السريع تقول اوف هيدا كله ما مخرج، هيدا كله بتكبه بالزباله. لا 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 في شيء الاهم. نو 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 انا مش هيك على فكره. انا بحط البور والكونت، يعني انا زلمي بيشتغل بالبور والكونت، يعني لانه مثل الناس اللي لها حق تسمعك تسمع مشاريعك، في الناس اللي اخذي فكره عنك سيئه بمكان ما وعم بتسوق لها الصورة، من حقها كمان تسمع انه رأيه وصله. ممكن انت لما بالحكي اللي حكيته اليوم انك هودي الناس اللي اخدين هاي الصورة اللي بشعة كانوا انك غيرت لهم رأيهم، يعني ممكن تكون كمان طلعت بكور لقلك انه اعطيتك المنبر انك انت توضح وجهة نظرك لما تكون حقيقة مشوهة مثل ما انبعتت على التليفونات. يعني لهالسبب انا اصريت اني حطه، مش من حب انه حاطط صوره بنت مزلطه على التلفزيون. لا من انا 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 تفاجأت لانه يعني هدف كبير ما فيني على لا انا بعتهم كل اللي حطوه، كل اللي بعتوا لي بعتوا وقلت لك تفضل عم بيقولوا هيك، شو رايك، شو وجهه نظرك. انا بعتبر هيدا الشغل الصحيح، مش انه بخبي ميل لضوي على ميل. على كل انا بدي اقول لك اني انا سررت جدا وتشرفت جدا اني تحمل الخير لهذا البلد اللي انا بعتبر ما بقى في خير وما بقى في امل. وحرام اي شخص يجي يرشح حاله على اي منصب لانه عم يحترق، لانه صار محرقه لكل الناس. كل الناس اللي عم تجي على هالبلد عم تحترق، لانه خلص البلد صار مجموعه اشخاص تركيبه وحده حاكمه على مدار السنين، ما راح تخلي حدا يفوت من خارج التركيبة. أنا بدي أتشكرك وبتمنى لما تيجي على بيروت أو نحن لما نزور باريس إنه نتعرف عليك شخصياً.